انطلق قطار ألعاب البحر الأبيض المتوسط من العاصمة إلى وهران لتحتضن الباهية تظاهرة أصلها رياضي وفروعها سياسية واقتصادية وثقافية، لتكون فرصة للتسويق لجزائر جديدة إلى العالم بعد عزلة دامت عقودا من الزمن. تنظيم هذه الألعاب مع الذكرى 60 لاسترجاع السيادة الوطنية إلا دليل على قدرة بلادنا في مراودة الانتصارات وإضفاء البهجة على هذا الشعب العظيم وعلى هذا الوطن المفدى. تحضيرات على قدم وساق وفي مختلف المجالات بمتابعة مستمرة على أعلى المستويات، فالعرس المتوسطي ستزفه الباهية وهران بموكب يشيد بالجزائر ترويجا لبلد بحجم قارة، ما يفتح أمامها آفاقا استثماراتية وسياحية مستقبلية. استطاعت الجزائر في وقت قياسي أن تحقق إنجاز عظيم من حيث الهياكل القاعدية الرياضية والمنشآت الرياضية، واستطاعت أن تبرهن للعالم أنها تستطيع أن تنظم ألعاب البحر المتوسط بكل سهولة وتنظم ألعاب أخرى. رؤساء دول وأمراء أكدوا حضورهم الحدث المتوسطي لتكون الدبلوماسية الرياضية أمام تحدي حقيقي لإبراز مكانة الجزائر وقدرتها على احتضان تظاهرة عالمية بحجم ألعاب البحر الأبيض المتوسط.